أهلا بكم. الابتسامة ده شيء سحري جدا، وشيء جمال الأسنان ده على فكرة فاتحة رزق كبير لعلمكم بقى، دي حقيقة فعلا. مفيش شك انت لما بتبتسم قدام حد وشوف سنانك حلوة هو يحب يتعامل معاك، لو شاف سنانك وحشة هنا بقى الأمور يبقى فيها، إلا لو انت راجل طيب وبتاع، بس برضه هيبقى الأجمل. يعني طبعا لو سنان وحشة محطوطة على واحد طيب ماشي، طب لو سنان حلوه محطوطه لواحد طيب يا سلام، حاجه جميله قوي بقى. قصه مثيره، ولد من ملايين الاولاد في العالم، والاولاد الصغيرين على فكره سنانهم بتسبب لهم مشكله نفسيه عميقه جدا جدا ما تستهينوش بيها. الولد دوت كان بيتعرض ليه كل يوم مضايقات في المدرسه زي ما انتم شايفين، وعاش ايام صعبه جدا. الاولاد كانوا بيسخروا منه بشكل متكرر عشان سنانه طويله، رابت لايك، عامل زي الأرنب. كان بيلي، اسمه بيلي، هو على فكرة يعني كان مؤمن جدا انه هيتحقق أحلامه وهيبقى يوم في يوم من الأيام إنسان مشهور، ويعني أصحابه هيتوقفوا عن السخرية منه. في دكتور سنان شاف الفيديو بتاع قصة بيلي على اليوتيوب وقرر انه يساعده. فعلا جاب بيلي وخد مقاسات سنانه وبدأ يشتغل على أسنانه، وقعد من أول جلسة لآخر جلسة يطمنه أنه هيحصل على أسنان جيدة جدا. كتب بيلي رسالة بعد ما ظبط سنانه وبقى سنانه حلوة، قال فيها إيه؟ قال إن أنا بضع جهاز تقويم أسنان دلوقتي من شهرين، وشايف أنه جذاب جدا، وحاسس أنه هو بقى أكثر جاذبية، وحاسس بالثقة حتى انه بقى له صديقتين. ماشي يا عم بيلي، الامور تغيرت تماما الى الافضل. الكلام ده كلام حلو قوي، وعلى فكره في ناس كتير جدا جدا بيمروا بحاله بيلي، بيمروا بتجربه بيلي، وبيبقى الحل دايما عند من يسموا بصحره علاج الاسنان. هم فعلا مع التكنولوجيا الجديده اصبح الامر يختلف من السحر، بس سحر جميل، سحر علمي. النهاردة هنشوف الابتسامة كيف نحصل عليها، وكيف نصل إلى تجميل الابتسامة بشكل علمي دقيق، وإيه يا سيدي المليمترات اللي تفرق بين ابتسامة معمولة حلو وابتسامة معمولة مش حلو. النهاردة ضيفي العزيز طبعا واحد ممن طوروا هذا العلم بشكل كبير جدا، قدموا للإعلام بشكل رائع، أول من تحدث عن هوليوود سمايل على مستوى الإعلام العربي، وأيضا أول من أدخل تجميل الابتسامة بشكل دقيق من الناحية العلمية. حوار مثير وممتع للغاية مع سوبر ستار هذا المجال، أستاذ دكتور نور الدين مصطفى. أعظم اختراع في طب الأسنان هو جهاز السيرك والأشعة الثلاثية الأمامية. كل العشرينات عندهم اكتئاب لسنين، وستيل الناس ما تعرفش ان ليها علاج، مش عارفين عندهم مشكله. الخطه العلاجيه في الزراعه او في التجميل سبب النجاح الرئيسي. احنا دورنا ان احنا نحسن الحاله الحياتيه للناس. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، تخصص في مجال تجميل الاسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك، أحد مطوري حشوات الأسنان التجميلية. دكتور نور أهلا بيك. أهلا بيك، وحشني والله. وحضرتك توحشني. ويا سئل حلو ده، جميل. نيو لوك. نيو لوك. لا بس قبل ما ندخل بقى في النيو لوك الحقيقي للإنسان والأكثر يعني صعوبة في صناعته للإنسان هو الأسنان، صح طبعًا كده؟ طبعا الأسنان هو أهم نيو لوك في حياة أي إنسان طبعا، ولأنه كمان نيو لوك ثابت، نيو لوك بتشوفه كل يوم، نيو لوك بيغير في 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 ملامح وشك كلها. لأن لما يبقى أسناني مش مظبوطة في أي حاجة حتى لو على اللون بس، وبتبدأ تضحك بيطلع عندك او بيطلع للناس انطباعات مش كويسة عن الحالة. التجميل بيغير الكونسبت تماما. اول حاجة لازم نعرف ان احنا عينينا مدربة على انها تستقي معلومات عن الشخص من مظهره الخارجي. يعني لما اشوف واحد اسنانه بيضة بحس ان هو
انسان صحي، اما بشوفها مرتبه، اما بشوف اللثه لونها طبيعي، كل ده بيدينا انطباعات ان الانسان ده صحته كويسه، ان الانسان ده اهتمامه الشخصي بنفسه عالي. فدي بتدي للناس دفعه لانها تقرب من الشخص المنظم اللي صحته كويسه، اللي عنده اهتمام شخصي بنفسه. عايز اقول لك انها بتفرق كتير قوي كمان في اختيار الشريك، شريك الحياه. علميا اصلا احنا مساله الجواز واختيار الشريك عامه على المستوى العام هي مساله تلاقي جينات. يعني في جين شايف نفسه في الجين الثاني وعايز يجتمع بيه عشان يطلعوا سلاله كويسه. الجينات بتتنقل لها المعلومات دي عن طريق انا شفت فيك معلومات اتبرمجت في دماغي ان انت مناسب. فلو انا عندي مشاكل صحيه ممكن شكلك جميل جدا وجسمك كويس، عندك حاجات كتير كويسه قوي، اول ما تضحك يبدا التقدير او الفاليو بتاعك يقل، فده يقلل من فرصك في حاجات كتير بقى، فرصك في اختيار الشريك، يعني في ان الشريك يختارك، فرصك في العمل. وده علمي ان في سيرفيز كتير لقوا ان فعلا الابتسامه بتفرق في اختيار في الانترفيو بتاع الشغل. انا حك قاعد في الشغل في خمسه بيعملوا انترفيو، لو افترضنا ان الخمسه الفاليو بتاعتهم واحده في السي في، هنبدا نختار بحاجات بقى شخصيه، بميول شخصيه. من اكتر الحاجات اللي الناس بتركز عليها او هو مش واخد باله، الابتسامه السليمه الايديال المثاليه بتفتح لك ابواب كتير في كل علاقاتك الاجتماعيه والشخصيه وفي البيزنس، تفرق كتير قوي. خلينا نبدا بفرق عمل. تمام. الابتسامه الجيده لازم لها فريق عمل كبير يشتغل عليه. طبعا. مش سهله. طبعا. ايه مكونات فريق العمل ده؟ وازاي بيتكامل مع بعض عشان في الاخر يطلع حاجه تبدو عند الناس سهله اللي هي الابتسامه. تمام. رقم واحد، دكتور متخصص في تجميل الاسنان. يعني دارس علم تجميل الاسنان. ليه؟ لان اول حاجه في تجميل الاسنان هو ان انا اعمل حاجه اسمها رقم واحد، ودي لما ما بتتعملش 80% من شغل تجميل الاسنان اللي احنا بنشوفه بره مش مظبوط. ليه؟ لان الخطوه دي ما اتعملتش. حاجه اسمها تحليل الابتسامه. هيك الحاله دخلت لك. ما الاناليسيس. هيك الحاله دخلت لك. لازم تعمل تصوير بروفيشنال بطريقه معينه، والصوره دي تبدا تتحط قدامك على الكمبيوتر. وانت عشان دارس، احنا عندنا 21 كرايتيريا او 21 خاصيه للابتسامه المثاليه. تمسك الليست بتاعتك وتظبط الصوره وتبدا تطلع هو قد ايه معدي ال 21؟ معدي 10 يبقى باقي في 11 ديفو، معدي 15 يبقى باقي 6، معدي ال 21 يبقى ما عندوش حاجه تقول له لا حضرتك انت لازم تكون امين معايا. مش شرط كل حاله تجيلك تقوم عامل لها اسنان وعامل لها، لا في حالات ممكن تكون محتاجه حاجات بسيطه قوي. اه تمام. انا شفت حالات كان بيننا وبين بعض حالات انت اتصلت بيها وقلت لي حاله مش محتاجه حاجه. شفتها يعني ما حاجه خفيفه قوي، حاجه في اللسان، تبيض مش عارف ايه. لان لون السنان حلوه ومرصوصه كويسه. انت بقى دورك كطبيب تبقى امين مع الحاله. بس هتعرف منين ان الحاله محتاجه ولا مش محتاجه؟ تكون دارس كويس ايه هي الابتسامه المثاليه، وازاي تعمل تحليل للابتسامه دي، ازاي تحط الصوره صح. ما انت ممكن حضرتك تصور غلط، لما تيجي تصور غلط تحط صوره على الكمبيوتر يطلع لك كل الداتا غلط. لو انت مصور الصوره بميل معين، لو انت ما خليتش الحاله تبتسم بوضع معين، لو خليت عينيها وهي بتتصور مش بارل للافق، في معلومات كتير قوي لازم تكون دارسها كويس قوي. طيب عملت تحليل الابتسامه وطلعت الديفوات بتاعتك، برضو دكتور المتخصص في تجميل الاسنان هو اللي هيصمم الابتسامه. خلاص احنا عندنا الديفوهات طلعناها، يبقى الاول اصلحها، بعد كده اقوم اعمل ايه؟ اعمل ديزاين. هيك اي واحد بيعمل، اي بنت بتعمل ديزاين للدريس بتاعها عند اسم محترم كبير، الاول بياخد مقاسات، وبعد كده لما بياخد المقاسات دي بيقعد يعمل ديزاين ايه المناسب ليك. هيك في ديفوهات ايه وفي ايه حاجات حلوه. الديفوهات ابدا اخبيها، الحاجات الحلوه ابدا ابينها. ده الديزاينر، ده مصمم الابتسامه، ده دوره ان يعني يبدا يظهر الحاجات الحلوه قوي في الابتسامه، والديفوهات تبدا تتعالج بحيث ان في الاخر اخد ادي السمايل. طيب الراجل بقى اللي درس التجميل ده هيبدا ينقل للمراحل اللي هنشتغلها. محتاج يعمل مثلا تحضير للاسنان،
سواء كانت بريباريشن كامله زي هنعمل كراون كامل زي تاج يعني, او هنعمل فينير قشره تجميليه, او جاست ان احنا هنخشن السنه في بعض الحالات ما بنحتاجش اكتر من التخشين علشان خاطر نلزق عليها الفينير اللي هو فائق الرقه 3/10 من الملي. اللي هيعمل كده يفضل ان يكون راجل اكاديميك متخصص في تحضير الاسنان عشان تطلع بيرفكت, يحضر السنه بيرفكت. وبالك ان احنا ممكن خمسه يخشوا عند خمس دكاتره يتعمل لهم تحضير للاسنان وياخدوا نفس الشكل, لو الديزاين واحد تمام ياخدوا نفس الشكل. لو الدكتور اللي حضر السنه مش متخصص ممكن يعمل حاجه اسمها شارب ايدجز, يعني حروف حاده. تعمل ايه الحروف الحاده؟ هتتلزق السنه عفوا السنه هتتلزق عادي لكن مش هتعيش. ليه؟ لانها محطوطه تحت ستريس, في حاجه حاده عماله تتحرك تحتيها, فاي فرصه ناشفه تقوم اسمى او كسره الفينير. تيجي حالات كتير تقول لك انا عملت فينير, تلاقي حاله معموله بقى لها 15 سنه فينير وعايشه وزي الفل ما فيش اي حاجه, وحاله تانية بعد شهر ولا شهرين وقعت اتكسرت اكتر. اتكسرت ليه؟ كان عندك الـ الاحمال اللي واقعه على الفينير مش مظبوطه, لاما كان التحضير نفسه مش مظبوط فعمل حاجه اسمها شارب ايدجز زي ما قلت لك, لاما من الاساس الحاله مش انديكيتد انها تعملها فينير. كان في حاله لسه جاي دكتور انا جاي اعمل فينير, طلع حضرتك انت مش جايه تعملي فينير, انت جايه تطلبي تعملي تجميل اسنان. هيتعمل ازاي؟ مش حضرتك اللي تقولي, حضرتك مش الدكتور, انت ما درستيش. حضرتك ممكن تكوني نفسك تعملي فينير عشان ما بنشيلش من السنان كتير. طيب لو عملت لك فينير وكل يوم بيقع منك طبعا انا دكتور فاشل ان انا سمعت كلامك اصلا, فما ينفعش. الفينير ليه حالات معينه لازم تتعمل, لو عملت غير كده يبقى انت مش مظبوط. طيب اتنقلنا عملنا التحضير مع دكتور متخصص في التحضير وده مهم قوي. طب محتاجين نعمل لسة, وزي ما اتفقنا قبل كده كتير اللسة دي برواز الابتسامة بتاعتنا. لو هي فيها مشكلة الحاضر الدائم او بمعنى اصح الجندي المسؤول, 90% من حالات التجميل بتحتاج جندي 90% مجهول. فيش حالة ما بتحتاجش يعني قليل قوي, يعني الناس اللي عندها ايديال جام دول قليلين جدا. يبقى هنا لازم يحضر مين؟ استاذ دكتور علاج اللسة. دايما اقول على اللسة دي حسام عاشور مسمار يعني خط مش في الزمالك لا حد حسام ليه جندي المنقول. طب ما فيش مبروك بقى ما دام انت اتكلمت ما دام جبت سيره الكوره تاني. لا 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 بكره مبروك السوبر ده جبت ده جبت سيره الكوره بقى تاني بقى عند لك من الانتاج شويه مخلص. فاحنا عندنا كده ادي فريق تاني, دخلنا مين؟ دخلنا دكتور علاج اللسه. طيب حاله بقى فيها كراودنج كتير قوي وعرضنا عليها في الاول ان احنا نعمل تقويم, بس ما تنفعش مثلا فنان كبير بيشتغل عنده كل يوم افلام, عنده كل يوم تصوير وراكورز وحاجات, فما ينفعش يغير من شكله, يعني ما ينفعش تفضل ملبسه تقويم. فلازم يعمل تجميل, وفي حاله التجميل هيبدا يعمل علاج عصب مثلا, احتاج نعمل علاج عصب, يبقى لازم يكون في متخصص علاج عصب. دي الابتسامه المثاليه, دي مثال الابتسامه المثاليه. زي ما احنا شايفين الحاله وهي بتضحك, باين من اللسه في اجزاء جزء, ما فيش عندنا جامي سمايل, ما فيش عندنا لولب, يعني عندنا السنه بالكامل ظاهره. لولب يعني لما تيجي تضحك تلاقي شفايفها مغطيه نص سنانها. هاي لب يبقى شفايفها عامله جامي سمايل طالعه. هنا احنا عندنا عاملين الافرج بتاعنا. لو نلاحظ بقى ان السنان اللاين بتاعها كله ماشي مع شفايفنا اللي تحت زي ما اتفقنا قبل كده. يبقى عندنا, خلينا مثبتين الصوره عشان نقعد نشرح فيها شويه كتير. دي الابتسامه المثاليه, دي ابتسامه مثاليه عندنا فيها يعني كاركتر كتير. عندنا زي ما قلنا لو انت خدت خط رسمه الاسنان من تحت هتلاقيه ماشي موازي لشفايفنا اللي تحت. تمام. عاملين حاجه اسمها في الابتسامه دي في فاريشن, يعني السنتين اللي قدام. انا عايز اسال سؤال معلش, هي دي معموله؟ دي سنان معموله, ودي سنان معموله ريميك كمان. يعني ايه ريميك؟ دي حد كان عامل اسنانه في مكان مشهور جدا في دبي وما طرعاش فيه الكلام بقى اللي انا قلته في الاول اللي هو الديزاين, وبعد الديزاين اللي هو تحليل الابتسامه والديزاين, وبعد كده ان اللي يشتغل الحاله اللي يحضر السنان يبقى دكتور متخصص في التحضير. فطلع التحضير مش مظبوط,
فكان الفينير نفسه حتى التخينة وحتى رفيعة، فالسمنت او المادة اللي بتلزق بيها الفينير بتقع، مش بتقع، دي باينة من تحت ال من تحت في حتة الرفيعة، في حتة الرفيعة لانه ان ايفن، يعني مش معمول ريدكشن. وانا هوريك صورة هقول لك ازاي احنا بنعمل الفينير صح. هنا انا عايز الناس تركز في حاجة واحدة في كل الصورة دي، حاجة واحدة. ركزوا السنان طالعة من اللسة ازاي بس، يعني عايز الناس تبص كويس قوي الفينير ده طالع من اللسة ازاي، علاقته باللسة عاملة ايه، مدى صحة اللسة اللي حواليه. علاقة مظبوطة. مستحيل الحالة دي وهي بتضحك او قاعدة مع حد يبص على السنان دي يقول ان دي سنان معمولة في الاساس، لان اهم حاجة علاقة السنان دي باللسة. السنة طالعة من اللسة بشكل طبيعي جدا. كان بقى واحد وواحدة عاملين تجميل اسنان وانا بقول لهم اهو قوموا بصوا في المراية شوف علاقة الاسنان اللي انت عاملها باللسة بتاعتك عاملة ازاي، هل هي علاقة مظبوطة ولا مش مظبوطة؟ هل اللسة عندك حمرة دايما وبتجيب دم وعاملة مشاكل بس نتيجة ان انت مش نتيجة ان انت مهمل، يعني انت بتغسل سنانك مرة الصبح ومرة بالليل، بتستعمل غسيل الاسنان، بتستعمل الووتر جيت، تعمل اجراءاتك الطبيعية. طول ما انت بتعمل اجراءاتك الطبيعية وستيل عندك مشكلة يبقى في مشكلة. لكن انا بتكلم في واحد عامل كل اجراءاته الطبيعية تمام، وبيبص دلوقتي في المراية عامل تجميل، قال له ان هو عامل تجميل اسنان وبيبص في المراية لقى ان في مشكلة في اللسة. هنا في مشكلة في التركيبات، هنا في مشكلة في التجميل. التركيبة مش مريحة على اللسك صح؟ لإما أندر لإما أوفر لإما ضغطة، يعني في مية حاجة لو مش معمول التحضير مظبوط ومش معمول السيمنتيشن كمان. خد بالك مش بس التحضير، يعني دي مثلا حالة دي حالة صعبة. دي حالة صعبة جدا جدا، حالة صعبة جدا ان الحلق كل الاسنان مش مظبوطة، القرش اللي تحت مش مظبوط، الفك اللي تحت اصلا الاسنان فيه مش مظبوطة. بص بقى شكل الاسنان طبيعي ازاي. هنا شكل الاسنان اول حاجه لونها ابيض بس لايق على الحاله. في لون زي ده الابيض ده احطه على حاله تانية ما تنفعش. فقرار اللون لازم يكون في اللون ليه بصمه، يعني كل واحد ليه لون مناسب ليه. هنا عشان تحول الحاله دي لدي ده فريق عمل اتعمل فيه علاج عصب، ولازم يكون معمول علاج عصب صح. الدكتور اللي وزع اللي حضر الاسنان ده لازم يكون دارس، يعني دكتور تركيبات ثابته دارس كويس قوي هيوزع احماله ازاي. انت النهارده قلت كلمه تحضير دي 10 15 مره لغايه دلوقتي تمام، لان دي اهم حاجه. طب احنا عايزين نشوف تحضير، يعني ازاي بيتم التحضير. ده في لمسات فنيه طبعًا للتحضير طبعا اكيد طبعا. الصوره اللي بعد دي ايه دي بقى؟ لا دي مش دي مثلا لو احنا افترضنا ان احنا هنعمل أرق قشرة تجميلية في العالم سمكها 3.1 من الملي. طيب. انت عارف ازاي تحضر 3.1 من الملي؟ تعرف ازاي؟ يعني هتمسك 3.1، عارف الملي اللي في المسطرة الصغير قوي ده؟ الصغير حاجة بتشوفه بالعافية. حاجة مطالب تشيل من السنة تلت الملي ده اللي انت مش عارف تشوفه، يعني لما تقسمها سمك الورقة دي. هتمسك بإيدك سمك الورقة دي بالظبط. هتمسك بإيدك وتحرك وتحضر سمك الورقة ده ازاي مثلا؟ هتعمل كده ازاي؟ انت شايف الفينير شكلها قد ايه؟ احنا جايبين شكل الفينير نفسها اهو، بص سمكها قد ايه؟ مفيش، الفينير شكلها رفيع جدا. طب احضر ده ازاي؟ ده على فكره ده اقل تحضير في العالم، يعني اللي احنا الصوره اللي احنا جايبينها دي من عندنا من العياده محضرين التحضير ده، زي ما شايف السنه تقريبا زي ما هي، بس معمول لها تخشيم. الثلاثه من عشره دول عشان اعرف اعملهم هنجيب الصوره اللي بعديها. احنا بنعمل حاجه اسمها موكب زي ما اتفقنا قبل كده، اللي هو الديزاين بتاع الحاله، وبنركبه على اسنان الحاله عشان اوصل للفاينل. وبنقوم عاملين حاجه اسمها ديبث كات. يعني ايه ديبث كات؟ يعني بنجيب اله معينه بنحطها على السنان ونعمل بيها حروف، يعني الحرف اللي بالعرض ده يبقى عمقه 3.1 من الملي، وفوق لازم يبقى على الاقل افريج 2 ملي. ليه؟ لان انت في السنان اللي تحت بتعد على السنان اللي فوق، يعني في لود، فلازم الثيكنس بتاع الايماكس الشركه قايله كده لازم يكون الثيكنس بتاعه اللي هتعد عليه ليه ثيكنس معين. يبقى انا اخد سمك معين فانا اخد من الانسايزر ايدج اخد الحرف اللي المفروض الشركه قايله عليه. ما اخترعش، مفيش اختراع في التجميل، مفيش اختراع في اي حاجه في الاسنان، ده علم. واجي بقى على الحروف بتاعتي على وش السن، عايز اشيل 3.1 من الملي، اقوم عامل بالدبس كات دي اسطوانه بالظبط 3.1 من الملي تمشي بيها على السنين. طيب هتعرف منين انت شلت 3.1 من الملي ازاي؟ هتقوم معلم بالقلم الرصاص، قلم رصاص عادي خالص، تقوم معلم على الجروفز اللي انت رسمتها على الحروف اللي انت حطيتها جوه السن، وتيجي تقوم ماشي
بستون تاني سمكه 3.1 مللي، لغايه ما تتاكد ان انت ما بقاش فيه الحروف بتاعتك السوداء بتاعت القلم. يبقى انت كده شلت الايه؟ ال 3.1 مللي. علشان لما تيجي تحط الفينير بتاعتك ما تجيش الحاله تقول لك، وبرده حالات تقوم تبص في المرايه اللي عندها زي ضب بعد ما عملت الفينير. ليه عندها ضب؟ لان انا ما شلتش 3.1. لو شلت اقل، لان انا ماشي بمزاجي هحط 3.1 وانا شايل واحد مثلا بعد يبقى, يبقى انا طلعت بره 2.1. 2.1 دول على فكره لا يعملوا ضب، يعملوا في الفيجن ضب. طب خاصه ايه بقى؟ خاصه ان انت كمان مفتح لون السنان، لان معظم اللي جاي يعمل فينير هو جاي يعمل تفتيح للون السنان. طيب واحنا متفقين ان في علم الاضاءه الحاجه الفاتحه بتتقدم وبتبان انها اكبر، فيبان ان انت فجاه بقى عندك ضب. ليه؟ لان انت ما اتعملكش تحضير سليم وما اخترنالكش اللون السليم. على فكره لو مربي دقنك زينا كده هيتبان اكتر. هتبان والله طبعا تبان لون. انا شايف النهارده اكتر مره اشوف لون سنانك بيضاء. شفت؟ عامل كونتراست بجد. انا اكتشفت النهارده ان الدقن دي لها كمان طبعا دور. برواز لا له دور لازم نراعيها واحنا بنحط لون السنان. بالظبط. لا واحنا بنحط لون السنان عندنا داتا كتير. بياض عينيك، لون عينيك، لون البشره، لون الشعر، كل الداتا دي. لون دقنك لو راجل. لون دقنك طبعا. فكل الحاجات دي لو ست مالكش دعوه بلون دقنك. فكل الحاجات دي داتا بتاخد بيها، بتطلع من الداتا دي بمعادلات تطلع لك الارقام السليمه اللي هتشتغل بيها. الحوار ممتع كالعاده، واللي بيعجبني جدا في لقاءاتي مع الدكتور نور حاجه مهمه قوي، الانغماس الشديد في التفاصيل، الانغماس الشديد في التخصص، عدم البعد النفسي ولا الذهني عن كل مريض بكل تفصيله، كل حاله بالنسبه له هي اول حاله واخر حاله واهم حاله واكثر حاله فيها مشاكل واكثر حاله فيها جهد واكثر حاله فيها فريق عمل. ده بيعجبني جدا في شغل وايتي، وده اللي مخليكم فعلا متميزين بالشكل ده. فانا مبسوط جدا بهذا اللقاء، مبسوط جدا لمجائك النهارده، وعايز اقول لك مرة أخرى هارد لك كل الإخفاقات. لأن الحلقة دي هتيجي في مناسبات كتيرة، فهارد لك لكل الإخفاقات مش الإنتاج بس. ومبروك لكل المكاسب. نورتنا دكتور نور. نورنا دكتور نور الدين مصطفى، كان ضيفي في الدكتور اللي كنت دايما مع الدكتور. إلى اللقاء.